أسأل وكذلك يسأل كثير من الناس لماذا صلاة الظهر والعصر سرية بينما صلاة المغرب والعشاء والفجر جهرية، ولماذا لا تكون كل الصلوات سرية أو جهرية؟ هذا الله أعلم بالحكمة في ذلك، ولكن نحن نتبع الصفة المشروعة ولو لم نعرف الحكمة. وقد ثبت بالأدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بصلاة الليل ويسر في صلاة النهار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولعل من الحكمة والله أعلم أن الليل تنقطع فيه الشواغل ويحضر فيه القلب أكثر من النهار، فيكون للجهر فيه تأثير أكثر، والصوت أيضا يسري في الليل أكثر مما يسري النهار. وأما النهار فهو وقت الأشغال ووقت العمل ووقت فلذلك يسر فيه، والله أعلم. الحاصل أن الحكمة في ذلك خفية، الحكمة في ذلك خفية، الله أعلم بها، ونحن مأمورون بالاتباع ولو لم نعرف الحكمة. نعم.